رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبوظبي. حياكم الله مشاهدينا وسعد الله أيامكم بكل خير. الصوم فريضة عظيمة يجد من خلالها الكثيرين فوائد صحية إضافة للمعاني السامية لهالفريضة، ولكن ترتبط بعض الأمراض بصعوبة إتمام هاي الفريضة، واللي منها يرتبط مرضى الكلى بالعديد من المشاكل الصحية اللي تختلف شديتها وأعراضها من شخص لآخر، وتشمل هالأمراض حصى الكلى وأمراض الكلى المزمنة مثل القصور الكلوي والفشل الكلوي وغسيل الكلى. وباختلاف الأعراض تختلف القدرة على الصيام، فلا يسمح بالصيام لمرضى الفشل الكلوي لأن امتناعهم عن شرب السوائل لفترة طويلة قد يؤدي بهم إلى مضاعفات حادة، لعل برزها دخول المريض في غيبوبة أو الإصابة بتسمم في الدم لا قدر الله. ويسمح بالصيام لمن يعانون من قصور في الوظائف الكلى من الدرجة الأولى والثانية ولا يعانون من أي مشاكل صحية أخرى، بشرط متابعة وظائف الكلى أسبوعيا. وفي حال شعور المريض بقلة نسبة البول أجلكم الله عن المعتاد، يجب عليه التوجه للفحص فورا، فقد يكون معرضا للجفاف، وهنا ينصح بكسر الصيام. يعتبر الصيام مفيد جدا للكلى، ففي الصيام ينقطع الإنسان عن شرب الماء لمدة 10 إلى 12 ساعة تقريبا، ويفيد هالأمر الكلى حيث يعطيها فرصة للاستراحة والتخلص من الفضلات والسموم، كما تزيد نسبة الأملاح في الجسم مثل الصوديوم والبوتاسيوم وتقل نسبة الكالسيوم، وهالأمر يساعد في التقليل من الترسبات الكلسية على الكلى. كما يساهم الصوم براحة الجهاز الهضمي وتعزيز إزالة السموم من الجسم وخفض ضغط الدم وتعزيز الجهاز المناعي. وفي النهاية يستوجب قرار الصيام لمرضى الكلى استشارة الطبيب اللي يمكنه فقط إقرار قدرة المريض على الصيام من عدمه. وبنسيم الرحمة وعبير المغفرة وصحة الجسد والروح نقولكم صوما مقبولا وذنبا مغفورا. رمضانكم صحي برعاية دائرة الصحة أبوظبي.